السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. سويت لكم اليوم بقلاوة، لكن مو البقلاوة اللي معتاد دائما احنا نسويها، اللي تكون بالمكسرات او اي شيء نوع ثاني. انا دائما اسويها بالجبن، جدا يحبوها البيت بالجبن، واخواتي يحبوها. ان شاء الله اتمنى اللي ما مجربها ان شاء الله يجربها، وان شاء الله يعجبكم الطعم. الطعم يكون ميكس ما بين شوي المالح اللي هو من الجبن وبين ما حلاوة الشيرة، فينطي طعمه جدا مميز، وبنفس الوقت ما تكون حلوة حيل، يعني لدرجة قوية. ان شاء الله يا رب تعجبكم. وقبل ما ابدأ بالفيديو، اتمنى اللي ما مشترك بالقناة ينورنا ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس حتى توصل لك كل فيديوهاتي الجديدة اللي انزلها، ولايك للفيديو اكيد اذا عجبكم. بالبداية احضر المكونات مالاتي اللي هي البايركس الخاص اسوي به البقلاوة، وعندي هذه عجينة البقلاوة وخاصة اكو ناس يسوون بها البورك، وعندي الجبن هو جبن موزاريلا. طبعا هنا عندي مخلوط ويا شدر عادي ماكو مشكلة، وهذا عندي الزبد النباتي استخدمت قالب ونص، وابدي ذوبة الزبد والشيرة اكون مجهزتها انا قبل بوقت. وهذه عجينة البقلاوة فتحتها، طبعا راح اذا تلقون بها هيك تكسيرات ماكو مشكلة. فضفت اول طبقة سليمة من البقلاوة على مود تصير قالب واحد، وضفت تقريبا هيك فد 3 ورقات 4 ورقات اضيفه، وضفت شوية كمية حلوة من الزبد النباتي. انتو اذا تضيفون زبد حيواني او تضيفون دهن ضيفوا كمية اقل، انا لان زبد نباتي فشلون مخلي الاوكي بجيبي، ف ازيد بالكمية ما عندي مشكلة. هنا بديت هسه ضفت طبعا هذه طبقة ورا طبقة، يعني تقريبا نص كمية الاوراق البقلاوة ضفتها، وضفت عليها كمية الزبد من الزبد النباتي. اثناء ما اضيف انا الورق قبل لا احش، يعني قبل لا اضيف الجبن، شوفوا هنا شكو عندي ورقة متكسرة او فتافيتي من الورق كلها ضفتها هنا. طبعا هنا لا احد حيشوفه، وبنفس الوقت انه من اسويها وتنشوي التيه، فليش واحد حرامات يذبها؟ احنا نستفاد منها، خاصة اللي هي يسموها ورق القلاش، يعني اللي هي مات البقلاوة. هذه تكون جدا خفيفة وهشة، يعني حرامات تنذب منها اي قطعة. المهم هنا طبعا شوفوا ضفت هذه اللي بيها المتكسر الورق وكذا، ضفت هسه ورقة نظيفة جديدة، يعني اقصد ما متكسرة، وضفت كمية من الجبن. طبعا هنا شوية اضيف كمية حلوة من الجبن على مود لما تستوي وتذوب، لما نشيلها تكون يعني هيك، يعني الليونة بيها او كمية المطاطية بالجبن تكون حلوة. هنا ضفت تقريبا، ضفت انا عندي اجيب هذا تشيز كبير، طبعا راح اسوي لكم فيديو خاص عن البيتزا وعن انواع الاجبان اللي نستخدمها للبيتزا وتنطي نتيجة حلوة، فحصور لكم النوع اللي انا دائما استخدمه. هاي هنا ضفت، طبعا اذا تستخدموا جبن فقط ابيض يكون افضل، بس انا عندي هنا بشدر فعادي يعني ماكو مشكلة. ضفت كمية حلوة، هسه حبدي اضيف بقية العجينة اللي عندي، وهمين اضيف زبد نباتي وارطب بها كل الورقة، واضيف لحد ما اكمل كل الكمية الورق اللي بوقت عندي. طبعا انتبه على اخر 3 ورقات أو 4 ورقات استخدمهم ان يكونون كاملين وما بيهم اي كسر، حتى لما اجي اقسمها او اقطعها تكون شكلها حلو. شوفوا هسه هذه اخر قطعة من عندي اللي مسويتها. طبعا بالنسبة لي يشوفوا انه انا ضفت شوية زبد هواي، طبعا هنا قطعتها بما تدخل الفرن اصرف لكم على الزبد. هنا قطعتها بالطول وسويتها هيك قطع مربعات او مكعبات صغيرة حتى تتقدم، تحبون تسووها اكبر كيفكم، هاي بعد براحتكم. هنا حضيت شوية زبد قبل ما ادخلها الفرن، طبعا انا اكون فاتحة الفرن على درجة 180 درجة مئوية، وعلى مود اضيف صينية البايركس مات البقلاوة. هنا جهزت عندي وادخلها الفرن، طبعا اتركها تقريبا فد 20 دقيقة من جوا، او اذا تاخذ فرن اكثر، يعني تحسون انه الجبن بدا يذوب من الحافات، وان البايركس يعني واحد يشوفه. وشوف شلون طلعت عندي الجبن ساح الى اخر درجة، وطبعا اكيد اضيف الشيرة عليها على مود تنطي شوية طعم وياها ونكهة. من فوق نحمرها بعدين، اول شي نفتح الفرن بس من الجوة وبعدين نفتح من فوق. بالنسبة
للزبد. أنا ليش أستخدم الزبد النباتي؟ الزبد النباتي دائما يكون به شوية نسبة مي، مو مثل الزبد الحيواني يكون به كمية حليب كلش هواية ويكون دسم. أنا هنا نقول ماخذين الأوكي فمستخدمة هذا. يا رب إن شاء الله عجبتكم الوصفة. طبعا نقول أهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد اللي انضموا لقناتي، ويا رب إن شاء الله أكون على حسن ظنكم، وأتمنى تشاركون فيديوهاتي مع أحبابكم وأصدقائكم، وأي شيء حابين أسويه تقولوا بالتعليقات، ومع السلامة.